بفيديو اليوم رح نتعرف على معلومات ما كنا منعرفها قبل عن الإعلامية الطموحة والناجحة رايا أبي راشد، واللي صارت جديرة بلقب فخر العرب كامرأة ناجحة وأم رائعة وزوجة مثالية. ولدت رايا أبي راشد ببيروت بلبنان ب 12 أيار سنة 1977، ودرست الصحافة والإعلام ببيروت قبل ما تنتقل على بريطانيا بسنة 1999. حصلت رايا على عدد من الدرجات العلمية، من ضمنها بكالوريوس بالاقتصاد والماستر بالسينما والصحافة والإذاعة المرئية من جامعة ويستمينستر بلندن. رايا بتحكي عدة لغات بطلاقة، هاللغات هي الإنجليزية والفرنسية والإيطالية والعربية. بالرغم من دراستها الاقتصاد وتقربها من العمل السياسي بالبداية ورغبتها لاحقاً بالعمل كمحامية أو سياسية، صارت رايا تكره السياسة بشكل كبير بسبب الصراعات والحروب، وأشارت أنها بتحب الترفيه بشكل كبير. كان دخول المجال الإعلامي عن طريق الصدفة، وقالت أنه ما كان بدها تصير إعلامية وفضلت تصير محامية أو سياسية بأول عمر، بس لما وقفت أمام الكاميرا لأول مرة شعرت أنه هذا هو المكان المناسب لها. كان اللقاء الأول لأعلامية العرب بهوليوود مع الممثلة ميغ رايان عام 1998، وعلقت رايا عن هاللقاء أنها تحمست كتير حتى أنها اشترت لميغ عباية كهدية. كان سفر رايا لبريطانيا للعمل والدراسة بالجامعات، وهي كتير بتحب هالبلد بسبب احترامه لحقوق الإنسان حتى أنها حصلت على جنسية البريطانية، بس قالت أنها ما رح تصير بريطانية أبداً وتمسكت بافتخارها بأصل العربي واللبناني. رايا حالياً عم تقدم برنامج سكوب وذ رايا على فضائية MBC، ويعتبر أشهر وأنجح برامجها. تستضيف خلاله نجم عالمي بشكل أسبوعي، وهالشي خلاه برنامج مميز عن غيره من البرامج. وصرحت رايا أنها بتعتبر برنامج سكوب مثل ابنها يلي ما بتقدر تتخلى عنه، لهيك ما بتفكر أنها توقف عملها بتقديم البرامج. وأشارت بأحد المقابلات أنه بإمكان البرنامج يستمر لـ30 سنة وبجوز أكتر، لأنه متجدد والمشاهدين بيعشقوا. بيحب بعض نجوم هوليوود يعملوا لقاء معه، وبيقدروا أن من الشرق الأوسط. وكشفت رايا أنه النجم العالمي جورج كلوني طلبها بالاسم حتى تعمل معه مقابلة بمهرجان فينيسا، وهي المقابلة الوحيدة له معها. من أكثر الممثلات يلي ما بتحب تتعامل معهم رايا أبي راشد هي جوليا روبرتس، وقالت أنه ما بتحبها كتير لأنه شخصيتها بالحياة عكس شخصيتها على الشاشة، وأضافت أنه حتى اللقاء معها كان محبط وصعب. شاركت رايا بالأداء الصوتي بالنسخ العربية من أفلام أنيميشن شهيرة، من بينها The Angry Birds Movie وSmurfs The Lost Village. ما بتحب رايا أبي راشد أن تشارك معلومات حول حياتها الشخصية، بس اللي منعرفه أن تزوجت عام 2011 من رجل أعمال إيطالي اسمه فاليريو، وكان عمره 34 سنة بوقتها. ولدت عام 2016 طفلة سموها لولا. رايا بتوصف زوجها بلقب الشجرة بسبب تطوره الدائم بالحياة ومساندته إلها بعملها. اتعرفت رايا على زوجها بإحدى الحفلات، وهو شقيق زوج إحدى صديقاتها. بتعمل رايا فحوصات طبية باستمرار بسبب خوفها من الإصابة بالسرطان، لأنه توفت أمها وخالتها بسبب السرطان، وبتعتبره أسوأ كوابيس بحياتها. من عاداتها الطريفة شرب نصف لتر من الماء كل صباح، وبتشوف أنه العادة مفيدة جدا للصحة وبتساعد على تنقية البشرة. تشالنج للبيور هارت فور كانسر فاونديشن، لازم أشرب هالجوس بثانية، بتشوفوا كيف التحدي رح يكون. رايا أبي راشد ما بتعرف تطبخ، وزوجها كان بيعرف بهالشي قبل الزواج، بس هي بتعرف طبخ الطعام الصحي مثل السلمون المشوي والسلطة. وبتهتم رايا أبي راشد ببشرتها وشعرها كتير، وبتحرص على النوم بوقت بكير لسلامة جسدها وبشرتها. أما بالنسبة لحماتها فمثل أي امرأة عربية، هي على خلاف دائم معها، لأنه حماتها مدمنة على التدخين. وعلى حد قولها حماتي ما بتترك سيجارتها، وقالت إنها بتحبها من كل قلبها، بس إذا تخانقوا بالمستقبل فالسبب أكيد هو التدخين، لأنه هالشي بيوتر الأعصاب خصوصي إذا كان في أطفال بنفس البيت. شي حلو أنه نشوف نساء مثل رايا بمجتمعنا، بس الأهم أنه يصير عنا دافع مثلها وما نخلي أي ظروف تعيقنا من تحقيق أحلامنا.
أكيد رايا مو الوحيدة من النساء العربيات يلي حققوا النجاح، بس كلنا فينا نتعلم منها درس مفيد، وهو أنه ما نترك طموحاتنا وأحلامنا ونسعى دائماً لنحققها. شو أكتر معلومة حبيتوها عن هالإعلامية الناجحة؟ وهل أنتم من محبيها؟ شاركونا آراءكم بالتعليقات، ومثل العادة انطرونا بفيديو جديد قريباً. إلى اللقاء.